يتساهل الأهل أحياناً عن الأخطار التي تلحق بأطفالهم من جراء استخدام المفرقعات، وتشكل نسبة الإصابات في الوجه أعلى معدل خلال أيام الأعياد والمناسبات. لا تتهاونوا وتسارعوا في تلبية رغبات أطفالكم، فالثمن قد يكون فادحاً أحياناً. ليس المطلوب حرمان الأطفال من بعض الألعاب التي يشكل استخدامها خطراً ما، ولكن المطلوب هو مراقبتهم وتوجيههم، فلكل سن ألعابه المناسبة. هناك ألعاب تصلح لاستخدامها في المنازل وأخرى لخارجه، أما المفرقعات فحذار منها في الداخل والخارج. الألعاب التي تتطلب مهارات خاصة ينصح بعدم تعريض الأطفال لحصد نتائج تجريبها بمفردهم. لا مانع من اقتنائها، ولكن رافقوهم في البداية حتى يحسنوا استخدامها بمفردهم. هناك ألعاب يتردد البالغون في اقتنائها خوفا من سوء استخدامها، فكيف إذا وضعت في متناول الأطفال؟ لا تعرضوا أطفالكم للأذى، فقد تتعرضون أنتم للومهم بالذات عندما يكبرون ويحملونكم نتائج وضعهم البائس والمؤلم. الأطفال لا يعون مخاطر ألعابهم إلا بعد حصول الضرر. راقبوا دائما ما يقومون به لتتحاشوا المآسي، فاتقاء الخطر أجدى من دفعه عند حصوله. أحياناً لا يكفي تواجد الأهل مع أطفالهم لدرء الخطر. الأخطار تقع بلمح البصر، وتشكل الألعاب التي تحوي قطعاً معدنية صغيرة وسهلة التناول أكبر الأخطار التي يتعرض لها الأطفال في سنتهم الأولى. راقبوا ألعاب أطفالكم وانتقوها بعناية تضمنون سلامتهم وسلامتكم. سلامتك سلامتك نود لك سلامتك 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 نود لك
سلامتك 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 نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك ما أسعدك تسهو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك تبدو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك صن صحتك واضحك لنا فالطير يشكو حولنا يقول لك